بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة المتفق والمفترق في الأسر الكويتية في التعريف على بعض الألقاب التي تتفق بينها بعض الأسر الكويتية لكنها تختلف في نسبها ومردها. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن لقب السعدون، أحد الألقاب التي يتكرر في بعض الأسر الكويتية والتي تختلف في مردها ونسبها. الأسرة الأولى من السعدون سعدون أهل جبلة، وهي أسرة من آل مبارك من الدواسر، قدموا من البحرين واستوطنوا الحي القبلي في الكويت، وهم ذرية جاسم السعدون. جاسم تزوج من حصة محمد مجبل الذكير وأنجب منها النوخذة عبد العزيز ومحمد. محمد ما له عقب، أما النوخذة عبد العزيز فهو والد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد عبد العزيز جاسم السعدون، والذي ولد في حدود سنة 1934. ومن سعدون أهل جبلة أيضا جاسم السعدون رجل الأعمال الشهير. وأما الأسرة الثانية من أسر السعدون في الكويت فهم أمراء المنتفج، وهم الذين حكموا جنوب العراق زمنا طويلا، وهم من ذرية شبيب ابن محمد ابن مانع من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقد برزت منهم شخصيات كثيرة في العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وبعض دول الخليج أيضا. وبالنسبة لشخصياتهم في الكويت فهناك العديد من الشخصيات، منهم على سبيل المثال وكيل وزارة التربية السابق الدكتور حمود البرغش السعدون رحمه الله تعالى، ومنهم الأستاذ في جامعة الكويت عجيل تركي السعدون رحمه الله، ومنهم أيضا شاكر وعادل السعدون حفظهم الله تعالى، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كثيرة. وأما الأسرة الثالثة من السعدون في الكويت فهم سعدون أهل الجهرة، وهي أسرة صغيرة قدمت من الغاط وسكنت الجهرة في الكويت، ويعود في نسبها إلى الأسلم من شمر. صهروا بعض العوائل الكويتية مثل العريفان والعيار والحبشي والقحص. هذا ما يحضرني عن لقب السعدون في الكويت، وسأتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة عن لقب الفضالة والأسر التي ترجع إلى هذا اللقب. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.